وليد وبسألك أنت هذا السؤال بعد، هل وصلت المرحلة أنك خلاص طفشت من البرنامج؟ وليد أنت أخذت معه محاور ما سمعتها أنا. لا لا ما أخذت محاور، تو المحاور قدام هنا على الطاولة هنا بإذن الله. ها وصلت مرحلة أنك طفشت من البرنامج؟ بالعكس صدقني يمكن حتى شارك بالسوق بعد. أقول عقب ما شاء الله عليك ما شاء الله. رأيك بسم الله ما شاء الله بسم الله. خفنا ما شاء الله ما شاء الله. خف علينا علي الدوسي تشارك هذه البرامج واقعية. علمتهم إني ثلاثة فهمت. يا علي الدوسي تراني من فانزاتك قبل. لا بقربك خشمي خشمي. الله ما شاء الله تبارك الله على فهد المطيري من فانزات إلى الآن 9. إيه عشان كذا شكلك يعطيه من كيس. تلعب علينا انت عشان تكسب حبنا. بس اقولك شيء وجهك الحالة كفيل بان يكسب حب قلوبنا. يا اخي يا اخي تحرجني يا ابو يلا عاد راسي والله. طيب نبغى واحد منكم يا جماعة الخير يتبرع مشكورا ماجورا يجلس معي على طاولة لكي اعرفه ويعرفني. يلا يلا احمد الفراج ابدا مع احمد الفراج قبل ما تبدا الطبخة. يلا انا كمان انا اضبطك من هنا. يلا يلا يا جماعة تكفى خليني انا اكملها على بال عشان بعدين